السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الجديد معكم تسبيح ودي قناتي، قناه لتعليم فنون الهنيده المختلفه. فيديو النهارده هنتعلم نعمل فيه المج الموجود صورته في اول الفيديو بكل تفاصيله. بس قبل ما نبدا مع بعض زي كل مره اللي لسه مشتركش في القناه بتاعتي ومكسل او اول مره يشوف فيديوهاتي، يا ريت تنزلوا تحت عند كلمه سبسكرايب دوسوا عليها وكمان فعلوا الجرس اللي جنبها عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تدوسوا لايك عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر، وعلشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس يستفيدوا زيكم. سيبوا لي كومنت بتعليقكم او لو عندكم سؤال، ويلا بينا نبدا الفيديو. دلوقتي انا مجهزه الحاجات اللي انا هعملها. دي الورقه انا رسمت عليها راس فلامينجو. المج اللي انا هشتغل عليه زي ما قلت لكم انا بحب دايما المج لو هشتغل فلامينجو يبقى حاجه طويله، وانا هشتغل المره دي هيبقى راس فلامينجو بس وعليها ورد. رسمت الراس اللي انا عاوزاها على الورقه، والورقه دي زي ما انتوا عارفين انا بشيلها في فولدر علشان كل ما يجي لي اوردر اقدر استخدمها تاني، وبتساعدني اظبط النسب حلو. جبت الصلصال اللي انا هشتغل عليه الفلامينجو، وبالاداه بتاعت التنقيط الرفيعه او بخله او بابره اللي انتوا عاوزينه، وهمشي عليها وهطبع الشكل على الصلصال. وبعد كده هجيب القطر هقطعه. اللي مش عارف يرسم تقدروا تطبعوا الصوره من النت من الكمبيوتر عادي وتمشوا عليها، هي هي مش هيفرق اي حاجه. هجيب كمان الابيض وهقطع من عليه البق، ولان انا بستخدم الرسمه فالقطعه دي هتركب على قطعه الجسم على طول، يا دوبك هنحط البق على الجسم. شايفين ركب ازاي؟ عشان كده الرسمه دي سرعه بتفيدنا جدا. خلاص هجيب المج بتاعي وابدا انقل الشكل على المج عشان احنا هنكمل الشغل كله على المج. انا حطيت علبه الخله دي لو انتم ملاحظين عشان خاطر اسند المج ان هو ما يتحركش عشان اقدر اشتغل عليه. ظبطوا بقى شكل الفلامينجو زي ما انتوا عاوزين، الوضع اللي انتوا عاوزينها لرقبتها، الوضع اللي انتوا عاوزينها لبقها. نقطع زيادات ونظبط الاطراف كلها، عايزين ننيم الاطراف كلها على المج علشان تبقى عامله زي بروز، يعني تبقى بارزه شويه عامله زي الكيرف كده، تبقى فيها بروز. خلاص بعد كده عايزين نبدأ نعمل العينين. هنرسم العين بتاعتها خط وخطوط الرموش بمنتهى السهولة، ما فيهاش اي حاجة خالص. وهبدأ اقسم البق بتاعها. خدوا بالكم ان قسمة البق بتاعت الفلامينجو مش بتيجي في النص، بتيجي في الربع اللي تحت. خلاص هبدأ هنا دلوقتي افكر في الورد. فانا بصوا انا جايبة كذا درجة للورد، جبت الفوشيا وجبت البينك الفاتح وجبت كمان الابيض. هعمل معاكم شكلين للورد. اول شكل هو دوت، هنعمل الحبل ونبططه فيبقى عندي مستطيل طويل رفيع، وبعدين نبدأ نلفه. شوفوا بصوا انا هلفه ازاي عشان تطلعوا الوردة الشكل دوت. شايفين الوردة دي سهلة جدا ورقيقة قوي، تقدروا تستخدموها في تصميمات كتير. هعمل لكم واحدة كمان علشان تقدروا تلقطوا الطريقة بتاعتها. مهم جدا ان يعني يكون المستطيل ده رفيع قوي. شايفين عملناها ازاي؟ سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. انا هنا عملت مجموعه ورد مختلف الالوان بتاعته مختلفه. وبعدين هبدا اعمل معاكم دلوقتي الورد اللي هو بلدي شويه ده، بقى الورد اللي فيه شغل بجد. الورد الاولاني ده سهل جدا تقدروا تدخلوه في اي ديزاين. شايفين اللي في ايدي دي في اساسا قطعات دواير احجام صغيره، بس انا ما عنديش. فالمتاح قدامي ده الغطاء بتاع الفرش، فرش التلوين، وبتبقى بكذا حجم. فانا جايبه الحجم الصغير وهبدا اقطع دواير من الالوان اللي انا اخترتها. وهبدأ اعمل ايه؟ يعني هعمل بتلات الوردة. اول حاجة القلب بتاع الوردة، وبعد كده ورقتين حلو، وبعد كده تلات ورقات. هبدأ استخدم الدورية اللي انا هقطعها دي كمقياس. يعني القلب هعمله بيها مثلا دورية واحدة، اول ورقتين كل ورقة برضو دورية واحدة. هدخل في مثلا الورقة التانية يبقى دوريتين دوريتين دوريتين، تلاتة 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 كده. فاحنا كل ما بننزل صف اعتبروا ان القلب ده اول صف، وبعد كده
الورقتين تاني صف، التلات ورقات تالت صف، وهكذا. كل ما هننزل صف عايزين نكبر، عايزين تكبروا بقى بنص دورية، دورية بحالها. دي النسب دي ترجع لكم انتوا حسب حجم الوردة اللي انتوا عايزين تطلعوها. وبعد كده تمسكوا جزء جزء تلفوا كده على ايديكم، تعملوا شكل الدمعة زي ما انا عاملة كده. خلاص، ممكن انتوا تستخدموا البول تول علشان تفردوها، وممكن طريقة تانية اللي ما عندوش البول تول تقدروا تعملوها بايديكم. هوريكم انا عملتها ازاي برضو. اهي بصوا، بايديكم سهل جدا. مهم جدا ان انتوا ترفعوها على قد ما تقدروا علشان تبان انها وردة، وكمان احنا نعملها عريضة من فوق رفيعة من تحت. انا هنا بعمل وردة صغيرة مش وردة كبيرة، عشان كده انا البتلات بتاعتي قليلين مش كتير. اللي عايز يتفرج على مجموعة الفلامينجو اللي انا عملتها، في اخر الفيديو هيبقى فيه فيديوهات المقترحة، هحط لكم سلسلة البلاي ليست بتاعت الفلامينجو، هتلاقوا فيها تقريبا 5 اشكال، ده يمكن ده السادس شكل يكون موجود. اتفرجوا عليها هتعجبكم جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين انا بلف الورقة اهي وما بقفلهاش، بروح مدخلة التانية وراها يعني قبليها قدامها، واروح لفاها وبعدين ادخل، وهكذا ان هما كلهم يلحموا مع بعض في النص. اوكي، وبعد كده هزبطها. الخلة احنا بنستخدمها ليه؟ عشان تقدروا تمسكوا الوردة حلو، تقدروا تتحكموا فيها. بصوا ازاي انا بدخل جوه نص الورقة، الورقة الاولى، الورقة التانية بتدخل في نص الورقة التانية، الورقة التانية بتدخل في نص الورقة الاولى. خلاص، وبرده كل ما نعمل صف نحاول نعليه عن الصف اللي قبليه، وبعد كده بالقطر نبدأ نشيل الوردة بتاعتنا. وكده يبقى احنا خلصنا الوردة دي، نبدأ نعمل وردة تانية. بصوا انا هنا جهزت اهو الورق وقطعته وبرمته. شوفوا انا رصيته ازاي، عملت كذا دور كذا دور، وهو ده الادوار بتاعت البتلات، وانا عملت بيهم برضو الالوان، درجات الالوان. تقدروا لو انتم مش عاوزين تدرجوا في الالوان كده تستخدموا الوان السوفت باستل، تقدروا تلونوا بيها، بس انا عن نفسي قررت ان انا استخدم درجات الصلصال نفسها اعمل بيها. زي ما انتوا شايفين انا بمسك ورقة ورقة وبفردها، زي ما قلنا ان من فوق عريض ومن تحت رفيع، وطبعا برفع الورقة على قد ما اقدر. تقدروا تستخدموا البول تول زي ما قلنا، وتقدروا تجيبوا جنبكم علبة كده فيها حبة مية صغنطتين، بحيث لو الصلصال بيمسك في الاداء او يمسك في ايديكم تقدروا تبلوا البول تول حاجة بسيطة. وطبعا يفضل ان انتوا تستخدموش صلصال طري قوي، لان هو كل ما هو كان طري كل ما الوردة مش هتطلع معاكم حلو، وكل ما الورق كله هيمسك في بعض. خلاص، هنا انا بعمل وردة كبيرة شوية على اساس تبقى هي اللي في النص، عشان كده انا زودت الورق عندي. لو انتم ملاحظين الفرق بين الوردة الاولانية ووردة تانية، بصوا اول اتنين انا بعملهم ازاي، بقفلهم اكس كده كأنهم اكس على بعض عشان يعمل القلب، وبعدين ببدأ ابرمها من تحت عشان الفها، وبعدين نبدأ بقى في الورق بتاعنا. نحط نثبت البداية ونسيب النهاية مفتوحة، لما نحط التانية نروح لفينها مع بعض، وهكذا نحط واحدة في النص التانية، واحدة في نص التانية، وطول ما احنا شغالين بنلفها عشان يبقى شكلها في الاخر حلو ويبقى الفروع ماسكه بعض. طبعا وانتوا شغالين بقى حته حته، ممكن كل فرع وانتوا كل ورقه سوري وانتوا بتحطوها تتنوا طرفها، تعملوا لها بوز، تلفوها سنه، ده هيدي شكل واقعي اكتر للورده. خلاص، بصوا بنثبت واحدة على واحدة،
طبعا في جماعة اشكال ورد كتير قوي، بس دي الوردة اللي انا بعملها. في اشكال ورد بنشرشر كده ونقطع الاطراف من فوق، هبتدي شكل تاني. انا هحاول ان شاء الله برضو مرة اعمل لكم كده فيديو في كم وردة على قدي كده ان شاء الله. خلاص بصوا، انا بتني الوردة زي ما انا عاوزاها وبلمها كده من تحت، وبعدين بالقطر هروح قطعها. خلاص انا دلوقتي عملت مجموعة ورد كويسة، انا شايف ان هما كويسين اقدر اشتغل بيهم. هعمل ايه؟ انا هعمل حتة صلصال اخضر اثبت عليها الورد. انا عملتها ليه؟ عملتها احتياطي علشان لو في فراغ هيبان بين وردة والتانية يبقى باين عندي اخضر. ممكن ليكم انتم ممكن بعد كده تبقوا تكبروا القطعة اكتر. انا دلوقتي هحط في موليكوت عشان الزق عليها الورد. مهم جدا ان في موليكوت علشان خاطر احنا ما ينفعش نفعص الورد، فاحنا بنضغطه ضغطة بسيطة مع الفي موليكوت بيمسك حلو قوي. ممكن ايبوكسي؟ لا ما اظنش، لان هو اولا هيبان شوية معاكم، لو دخل الفرن هيصفر واكيد ممكن يبان. غير كده ان انت لو حطيتي مش هتلحق، هو هينشف قبل ما تبدأي تركبي كل الورد، فاحسن حاجة الصراحة في مونيكود. خلاص، او ليكويد ايبوكسي اللي هو الناس بتتكلم عنه، انا لسه مجربتوش ولا مرة، بس في ناس بتتكلم ان هو بيقوم بدور الفيموليكود شوية. خلاص هبدأ بصوا بالاداة السيليكون الرفيعة دي، ابدأ اضغط في الحتت اللي اقدر عليها، وبالقطر من تحت كده اشد الوردة على الاخضر. كنت بقول لكم ان انتوا تقدروا تزودوا المساحة بتاعت الاخضر اكتر، عشان بعد كده انا احتجت ان انا ازود ورق الشجر، ما كانش في مكان قوي ظاهر، واضطريت ان انا ارفع الوردة عشان ادخل الفروع. فلو من الاول انتوا حطيتوا قطعة الاخضر اكبر يبقى احسن لكم. شايفين انا بنقل الوردة ازاي؟ انا بنقلها بالخلة، مش بمسكها بايدي وافعصها وكده، لا بمسكها بالخلة وبشوف كده لو في خرم هنا خرم هنا اقدر اضغط بيه من بالخلة علشان خاطر اثبت الحاجة. زي ما انتم شايفين انا ما اعتمدتش على طريقة الوان واحدة، لا انا استخدمت الثلاث درجات اللي كانوا معايا بطريقة عشوائية يعني. خلاص هبدا احط في موليكوت في الحتة دي كمان عشان ابدا احط الورد الصغير اللي انا عملته. ممكن برضو تبقوا في المرحلة دي تحطوا الفروع الخضراء الاول، بس انا ما كنتش لسه عارفة انا هعمل ايه. انا الديزاين عاملاه معاكم، وكنت بفكر وانا بشتغل انا هحط ايه وهعمل ايه وكده، فما جاش في مخي ان انا احط الورق الاخضر من الاول، بس ده ما يمنعش ان انا اتصرفت. انا جيت في الاخر هرفع الحاجات دي كلها واشتغل من تحتيها من غير ما اشيلهم طبعا. كملوا فيديو للاخر، ما تسيبوش منه اي حاجه عشان تقدروا تشوفوا كل التفاصيل وكل المراحل اللي انا مريت بيها. ويا ريت وانتوا قاعدين كده اللي بيتفرج على فيديوهاتي على طول وبتعجبه ومكسل وصعبان عليه ان هو يشترك في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه عشان ده بيدعمني وده بيديني دافع ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. انزلوا تحت عن كلمه سبسكرايب باللون الاحمر، دوسوا عليها وهتلاقوا جنبها جرس، اضغطوا على الجرس وفعلوه علشان يوصلكم كل جديد، كل ما انزل فيديو يبعتوا لكم نوتيفيكيشن بيه. شايفين انا جبت الفروع الخضراء اهي وبالخل بركبها وبدخلها في الحتت مزنوقة، وبروح ضغط عليها، منها بدي شكل للفرع الاخضر ومنها انا بثبته. ما تنسوش يا جماعة تدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم او شفتوا انه في مجهود علشان اعمل لكم فيديوهات اكتر، وكمان ده بيدي بيعرف اليوتيوب ان الفيديو ده جميل وعاجب الناس، فيقترحوا على الناس التانية وتساعدوني ان انا اكبر القناة. طبعا عندكم اي سؤال اكتبوه لي، انا ان شاء الله بحاول ارد على كل الاسئلة والكومنتات اللي بتجيلي. بصوا هبدأ كمان عايزة احط الورق الاخضر فوق، فلو احنا كنا عاملين اوريدي المساحة الخضراء كبيرة شوية لفوق كان هيبقى اسهل لي الورق وانا بحطه، بس دلوقتي انا خلاص مفيش مشكلة، انا هبدأ احطه بالخل من تحت الورد. تقدروا بعد كده بالسوفت باستل
تدوا درجات بقى للاخضر ده شويه، تحطوا له سنه بني عليه، تدي له اخضر فاتح في اخضر غامق اللي انتوا عاوزينه. بس انا ما عملتش يعني، بس اللي عاوز طبعا ده بيدي شكل برضو حلو. اي مكان بحركه بتأكد تاني ان انا ثبته ورجعته زي ما كان. بصوا هعمل ورد زيادة تاني علشان في حتة لقيتها فاضية عايزة ازود فيها الورد اللي انا كنت عاملاه خلص. فزي ما انتوا شايفين بصوا انا حبل وبروح برمى ومطلع الورد احطها. الطريقه دي سهله جدا 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 وبتطلع ورد حلوه قوي يا جماعه، تقدروا تستخدموها في اي شكل. ولو انتوا يعني حتى عارفين ممكن الديزاين ده يتعمل كله بالورد ده، بس مثلا احجام بقى حاجه كبيره على حجم زغنطه فيبقى فيه فروقات شويه فهيدي شكل حلو قوي. بصوا هبدأ اعمل بس التجزيعات اللي هي في فرع الشجر دوت عشان خاطر نديله الإيحاء اكتر ونثبته اكتر في الصلصال اللي تحتيه. عايزين بعد كده ندخل بقى في مرحلة ان احنا عايزين نعمل البق ونعمل العينين. العينين عادي جدا، حبل رفيع قوي وهلفه للعين وبعد كده هعمل حبل رفيع قوي واقطع منه بقى ايه الرموش. طبعا انا عامله زي ما انتم شايفين الرسمه بتاعه العينين والرموش عشان خاطر اثبت فيها الصلصال اكتر علشان يبقى في حفره يثبت فيها. احط الرموش واثبتهم حلو وبعد كده عايزين نعمل البق. خلاص هنلملم دول ونعمل البق. هتعملوا البق شكل مثلث، ممكن عايزين تعملوا البق بالالوان السوفت باستل، بس الصراحه انا حابه اكتر ان احنا نعمله بالصلصال. فهنعمل زي مثلث كده ونديله الشكل بتاع البق. وممكن برضو ان انتوا تستخدموا الورقه اللي احنا رسمنا عليها الشكل وتقطعوا منها البق. بصوا انا بحطه والملمه طبعا، اقفل على البق خالص من الجناب ما يبقاش باين الابيض. خلاص وبعد كده هنقطع الجزئيه اللي فوق اللي عامله زي 8 بالشقلوب دي، 8 بالعربية. خلاص ثبتناها، نبدا نعمل تاني بالاداه بتاعت الابره الاسمه. وزي ما انتم شايفين انا بعمل من تحت لفوق علشان يجي معايا الحز الصغير الاسود اللي دخل دوت، انا بشوف ان هو يدي شكل حلو. اللي في ايديا دوت ميك اب اي شادو جليتري كده، ممكن تستخدمه بداله المايكا وممكن تستخدمه الميك اب. فانا حبيت استخدم معاكم الميك اب عشان تعرفوا ان المايكا عادي كل واحد، والسوفت باستل كلهم بيستخدموا قبل التسويه وكلهم بيثبتوا عشان حد عايز يسال. بصوا انا حسيت ان هي عايزه فرع اخضر كمان حاجه كبيره شويه تظهر من الجنب فقلت ازود لها. انا رشيت حبه من اللون اللي هو الجليتري ده شويه على الورد، بيدي شكل حلو صراحه انا عاجبني. دلوقتي ادي الوان السوفت باستل انا طلعتها، طلعت اللون الفوشيا، هبشر بالكتر شويه، ممكن تبشره وممكن تعمله كده على اللون هيطلع برده بس حسب ما انتوا عاوزين. وبالفرشه هبدا احدد الفلامينجو نفسها باللون دوت. اولا هيدي بروز اكتر للفلامينجو وهيديها شكل احلى كده، هيصحصحها يعني. طبعا اللي يزيد منه اللون او عايز يشيل اللون خالص عادي جدا بقطنة او بمنديل بسيتون تقدروا تشيلوه خالص. لو عايزين تخففوه بالودانة كده تمشوا خفيف قوي على الشكل هتلاقوه بيخفف. بصوا القلب بتعمل ازاي، دورية كورة نضغط عليها نعمل لها بوز من تحت ونقسمها من النص ونحطها بقية قلب. خلاص كده انا هنا رصيت حبه قلوب
عشان ادي شكل حلو، لان انا كمان هعمل للمج دوت معلقه هيبقى داخل فيها القلوب. عشان كده انا وحدت للطقم دوت، انا عامله اوردر طقم 6 مجات فلامينجو كلهم دخلها فيهم القلوب علشان تربطهم ببعض يبقوا طقم. خلاص، وانا تقريبا كده خلصت المج بتاعي، هبدا احط بس للقلوب دي كمان حبه جليتر عشان يبقى شكلهم حلو ومش. وبكده يبقى المج جاهز ان هو يدخل الفرن، هندخله فرن يستوي. اللي عايز يعرف طريقه التسويه هحطها لكم في الفيديوهات المقترحه في الاخر تفاصيل التسويه كلها، وتقدروا تشوفوها في البلاي ليست بتاعت اساسيات الصلصال الحراري. وبعد ما يطلع من الفرن ونتاكد ان هو بيرد جدا، نقدر نشيله بشويش ونلزقه. احنا بنلزقه بالايبوكسي، تفاصيل اللزق بتاعت الايبوكسي هتلاقوها برضو في الفيديوهات المقترحه في اخر الفيديو. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون كان سهل وبسيط بالنسبة لكم، تقدروا تعملوا احلى منه 100,000 مرة. ما تنسوش ان مش مشترك في القناة يشترك في القناة، تفعلوا الجرس وكمان تدوسوا لايك عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر. مستنوا فيديوهاتي الجاية. سلام عليكم.